نشاهد هذه الصور والمقاطع، مقاطع الفيديو لنتنياهو في قطاع غزة كما قيل ونقل. دكتور سمير، هل ثمت بالفعل يمكن أن يكون هناك دور للرجل؟ ما الذي يريد أن يقوله من خلال هذه الرسائل وهذه الجولات الآن؟ يعني هو حتى قبل هذه الجولة، وهي يعني قمتها أن يذهب بنفسه إلى داخل قطاع غزة، وأشرت إلى أن وزير الدفاع سبق له أن يعني بالأمس دخل إلى قطاع غزة عن طريق البحر، هو لا يفوت فرصة لالتقاط صور، وكل يوم تقريبا يذهب إلى أحد المواقع العسكرية ويحرص على التقاط صور وسط جنوده في محاولة ما لرفع أسهمه المتهاوية. نتنياهو في آخر استطلاع للرأي لم يحصل على أكثر من 20% مقابل 22% لبني جانس. هو سوف يلقى هزيمة نكراء، سموتريتش سوف يختفي من الخريطة السياسية في استطلاعات الرأي القادمة، وبالتالي سوف نشأ اليوم الثاني. ما أريد أن أنبه عليه أن اليوم الثاني لا يقتصر على غزة فقط، اليوم الثاني هو في ثلاث ساحات أساسية على الأقل. اليوم الثاني في إسرائيل، وسوف يشهد غياب هذه الحكومة أو تغييبها في أول انتخابات قادمة، وهذا سيحصل نتيجة الضغط الشعبي أو بالمحاكمات التي ستجري لاحقا. واليوم الثاني في أمريكا، إحنا بنقترب من 24 نوفمبر، الذي سيشهد انتخابات أمريكية قد يعني تثبت أو تطيح ببايدن، ونجد رئاسة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أنه هناك متغيرات أساسية داخل المجتمع الإسرائيلي. غزة أصبحت مركزا لمتغيرات إقليمية ومتغيرات داخل إسرائيل نفسها. لا أعتقد أنه نتنياهو سيكون موجودا لأسباب عديدة. ما من يوم ثالث كذلك في الداخل المصري؟ أسبوعا. طيب دكتور سمير، ما من يوم ثالث كذلك في الداخل المصري تعرف أن تثق للقاهرة بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ يعني عندما يقول الرئيس بأنه من الممكن القبول بدولة منزوعة السلاح، نريد أن نقف تفصيلا عند هذا الموضوع. هذا الموضوع طرح في المفاوضات السابقة بين الجانب الفلسطيني الرئيس محمود عباس والجانب الإسرائيلي بمختلف رؤساء وزرائه. هناك هاجس إسرائيلي دائما كان يتشبث بالأمن، بمفروض بموضوعة الأمن، وما الذي يضمن؟ هناك كانت نتنياهو مثلا كان مصرا على أنه لن يسلم نهر الأردن وهذه المناطق مطلقا للفلسطينيين، أذيع سرا يعني لحضرتك تحديدا. أول لقاء أجراه الرئيس أبو مازن مع الرئيس الأمريكي السابق، قال له عليك أن تختار ما بين الدولة الواحدة والدولتين، فقال له ما الخطورة؟ قال له الخطورة أنه أعرف أن الإسرائيليين عادة يتشبثون أو يتسترون بموضوع الأمن، وأنا أقبل وجود قوات طوارئ دولية أو قوات من الناتو. والرئيس الأمريكي السابق استدعى مساعديه وسأل عن إمكانية أن ينشر قوات طوارئ من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار دولي وفي إطار أممي، ووافق. ثم لاحظنا بعد ذلك الانقلاب من الحركة اليمينية داخل أمريكا. طيب. وأيضا داخل إسرائيل التي ضغطت وغيرت تماما موقف الرئيس. موضوع الأمن هو موضوع أساسي لدى الإسرائيليين. طيب. والجانب الفلسطيني أعلن على لسان رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير أنه يقبل دولة منزوعة السلاح وقوات طوارئ تحمي الفلسطينيين قبل أن تحمي الإسرائيليين.